في مرة سألتوا حالكن نحنا شو اللي مخلينا واقفين على إجرينا ولهلأ بعد ما نهرنا؟ في مرة سألتوا حالكن كيف الناس بعد قادرة تظهر وتكذر وتصرف؟ الجواب بسيط، تحويلات المغتربين اللبنانيين يلي تعد واحدة من أبرز العوامل يلي ساهمت بمنع الانفجار الاجتماعي حتى اللحظة من خلال منحة شبكة أمان لعشرات الألاف الأسر ومساعدتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية ومواجهة تضخم الأسعار والفقر والبطالة، إلا أنه بعض المؤشرات المقلقة بلشت تظهر بالأشهر القليلة الماضية وخاصة لناحية قيمة بعض التحويلات اللي لامست أرقام متدنية عن ما سبق وتسجلت من قبل. فهل رح تستمر بالتراجع؟ وقدي رح ينعكس سلبا على العائلات المستفيدة مع حديث عن اقتراب رفع الدعم ومخاطر انهيار سعر صرف الليرة اللي رح يرافقه؟ تحويلات المغتربين فعلا تراجعت بأول 9 أشهر من 2020 بنسبة 19% عن أول 9 أشهر من 2019 وبلغت 4 مليارات و700 مليون دولار، وهيدي أحدث أرقام. وتراجع 19% يعني منه عاطل، خصوصاً إذا منشوف قديش هبطت تحويلات المغتربين إلى بلدان أخرى، ومنا بلدان عربية كمان تعتمد على هذه التحويلات. فجائحة كورونا هي السبب الأساسي لتراجع هذه التحويلات وتداعيات الأزمة على الاقتصادات المحلية وتراجع الأعمال، وطبعاً تأثر المغترب اللبناني بجائحة كورونا بأي بلد هو موجود فيها. وأنا برأيي رح نشوف بالربع الأخير من 2020 زيادة بتحويلات المغتربين إلى لبنان من بعد جريمة انفجار المرفأ، ولأنه في عنا أزمات متراكمة، كان أزمة انكماش اقتصادي، أزمة نقدية، أزمة سيولة بالعملات الأجنبية، أزمة معيشية وأزمة صحية، ومع تعافي الاقتصادات حول العالم وبالتحديد الاقتصادات يلي فيها عدد كبير من المغتربين وهي مصدر أساسي لهذه التحويلات، رح نشوف أنا برأيي إعادة ارتفاع لهذه التحويلات لمستوياتها السابقة، يعني حوالي 7 مليارات دولار بال 2021 كمعدل لكل لبناني مقيم 1500 دولار من تحويلات المغتربين. أكيد في ناس بيوصلون أكثر من غيرهم، في ناس ما عندهم قرايب برا ما بيوصلون شيء، وهيدا المعدل أعلى معدل بالنسبة للدخل بالنسبة لعدد اللبنانيين المقيمين بلبنان، هيدا أعلى معدل بالأسواق الناشئة كان تاريخيا. فهون بيبين أهمية هذه التحويلات للحركة الاقتصادية والاستهلاك والحركة التجارية بلبنان. أما أسباب هالتراجع النسبي فهي مرتبطة بدون شك بتداعيات أزمة وباء كورونا على معظم البلدان وعلى اقتصادها. هالتراجع يعني ما لازم يكون مفاجئ، لأنه مصادر تحويلات المغتربين إلى لبنان كلها تأثرت هالبلدان بجائحة كورونا، وكلنا بنعرف أنه كان في انكماش اقتصادي بالاقتصاد العالمي وبالاقتصادات الأساسية. ويشير غبريل إلى أنه 35% تقريباً من تحويلات المغتربين تصل إلى لبنان من خلال المصارف التجارية، و 7.25% عن طريق الأقارب أو الأصدقاء القادمين إلى لبنان واللي بيحملوا المبالغ نقداً معهم، 6.25% عبر شركات التحويل بالوسائل الإلكترونية. ويضيف أنه هالنسب كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية بلبنان، إذ من المرجح أن تكون نسبة التحويلات عن طريق الزائرين ارتفعت. تاريخياً لبنان معروف أنه كل عمره بيعتمد على التحويلات المغتربين، وهالأمر دفع بالحكومات المتعاقبة إلى إبداء ارتياح جزئي، علماً أنه المغتربين أنفسهم اليوم بيتكلوا على تشكيل حكومة جديدة بتعتمد خط إصلاحي متكامل ما يعيد تعزيز ثقتهم ببلدهم وبيدفعهم لتقديم المزيد من العون لأهلهم ودولتهم.